السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جيت. شباب عاملين إيه؟ أتمنى تكونوا بخير يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو كده عايز أقول لك حاجة، نصيحة ليك. أنا عايزك تفضل تشتغل على نفسك لحد ما المنديل اللي تنف فيه يبقى بمليون دولار. يتعرض في المزاد بمليون دولار. إزاي بقى؟ معرفش. بصراحة يا جماعة احنا بقينا في زمن غريب جدا. احنا ممكن نصحى الصبح نلاقي الناس بتبيع الهوا لبعضها في ازايز، تلاقي واحد معدي كده، انت رايح فين يا عم الحاج؟ يقول لك انا رايح اجيب 10 جنيه هوا يا عم عشان اتنفس. يا عم هوا اللي انت بتشتريه؟ بتتوقع اي حاجة في الزمن اللي احنا فيه ده؟ يعني احنا داخلين على ايام بيضة. احب ابشركم حسن السودة انا ابا. طبعا في المؤتمر الصحفي الاخير للاعب برشلونة السابق ميسي، طبعا حصل موقف كده وهو على الستيج. طبعا حصل موقف عادي جدا ما فيهوش حاجة، يعني مسك الراجل، مسك المنديل وراح عامل تمام، ومكانه ايه؟ مكانه الزبالة، مكانه الزبالة، والموضوع مات. لا نصحى الصبح ازاي موت ازاي يصحى نصحى الصبح نلاقي واحد عرضه على المواقع، موقع الكتروني. هو مش موقع يا جماعه، هو حاجه زي بورصه كده، ممكن تعرض عليها اي حاجه انت عايز تبيعها، ميركادو ليبر، ممكن تعرض عليها اي حاجه. شخص عرض المنديل بتاع ليونيل ميسي بمليون دولار. ليه بقى؟ ما نعرفش. اهو يا جماعه، اهو ب 50 جنيه وهيوصلك لحد البيت، ومعاه طبق رز بلبن كده كادو مني. تمام، عايزين ايه تاني يا جماعه؟ عايزين ايه تاني؟ ايه اللي خليك تروح تشتري بمليون دولار يعني منديل؟ فيه ايه لا مؤاخذه؟ نزل ايه يعني؟ نزل ايه؟ نزل ميه الذهب ولا نزل ايه؟ عايزين نفهم بس يا جماعه الموضوع في ايه بالظبط. تمام، يعني الواحد بقى بيصحى لاخبار غريبه، اخبار غريبه. الواحد خلاص يا جماعه، والله العظيم خلاص الواحد جاب اخره. كان يوم اخبر يوم ما عرفناكم. طيب، مش بس كده والله. تعرف ايه اللي حصل تاني؟ الكلام ده من يومين، والقاهرة والناس وبعض الصحف نزلت اتكلمت عنه. اقول لك ايه؟ خد التقيلة، هات حاجة خد فيها اللي انا هقول لك عليه ده. طبعا في واحدة عرضت انها تتصور مع المنديل، بس انا مش عايز اقول اسمها عشان هي ايه بقى، يعني سمعتها سبقاها شوية. تمام، بس هنقول برضو عشان اللي حابب ايه يتأكد من الخبر. صحيفة ديلي ستار البريطانية تقول ان نجمة بلاي بوي لوانا ساندن عرضت 600,000 دولار لالتقاط صور عارية مع منديل ميسي الذي استخدمه في مؤتمره الصحفي لوداع برشلونة. واحدة اسمها لوانا ساندين دي نجمة موقع لا مؤاخذة اسمه بلاي بوي، تمام، عرضت انها تتصور مع المنديل ب 600,000 دولار، انها بس هتصور فيديو كده مع المنديل وهي طبعا كده، يعني انتوا فاهمين. تمام، فايه يا جماعه، في ايه بالظبط؟ هو في ايه؟ اهو هيوصل لكم لحد البيت ومعاه طبق رز بلبن هديه مني. ايه يا جماعه، في ايه اللي احنا بقينا بنسمعه ده؟ يا جماعه، اسيب المكان وامشي ولا اسيب الدنيا كلها وامشي واضرب نفسي بالرصاص وارتاح منكم؟ منديل يتعرض بمليون دولار عشان ايه؟ ما نعرفوش والله. تمام، ما علينا، المهم الزمن ده بقى يحصل في كل حاجه. تمام، فانت دلوقتي ايه، ما تركزش، عشان لو ركزت هتتعب. انت يا باشا كده تركز في شغلك لحد ما المنديل بتاعك يعادل المبلغ ده. تمام، وبكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص. وما تنساش تكتب لنا المنديل اللي انت بتنف فيه لو جيت تبيعه هيعمل كام. سلام.